سلام عليكم خالتي. ايش فيك؟ ليش جايتنا؟ ايش دعوة خالتي، ما تبيني اياكم؟ لا يا حبيبتي، قصدي انت عروس، يعني احنا اللي لازم نيجي. بعدين ليش طالعه من الصبح؟ جاسم قرر ان احنا نسافر يومين، فقلت له يسلم عليكم. شلون بتسافرين؟ يعني ما انت حاضرة عرس هي؟ اكيد خالتي بحضر، بس هم يومين وردة. زين هي وينها؟ هي الله يحفظها راحت الدوام، الشركة عندها شغل. دوام شنو؟ انا اللي اعرفه ماخذ اجازه عشان جابر العرس. يعني انت ما تعرفين رفيجتك؟ ما تعرفين هي؟ الشغل يمشي بدمها ما شاء الله. زين خلاص انا لازم اروح عشان لا اتاخر على المطار، راح ادق على هي من الطريق. تروحون وترجعون بالسلامه حبيبتي. الله يحفظكم يا رب، الله يسعدكم. مع السلامه. مع السلامه. ما شفناك حبيبي، كل هذا حياة؟ من منو؟ ايش دعوة؟ ترى انت وايد قاعد تكبر المسائل. خلاص عاد، خلاص عشان خاطري، خلاص كلها كم يوم وبنكون مع بعض. شنو انت ما ملت مني؟ يبا مستحيل امل منك، انت ايش قاعد تخربطين من صدقك انت؟ كل ما في الموضوع ان انا مضغوط بالشغل شوية، بس علي لود. وبعدين تعال انت شنو كنت بتقولي لي؟ قلتي بقول لك شيء او شيء كذي، شنو قولي؟ بعدين اقول لك ايش فيك عادل قاعد تحن وايد. ما ادري، امي قالت كذي، شكلها قاعد تلمح لي على شيء، بس ما ادري شنو. ما ادري، الظاهر تبي تراضيني. اتوقع بتعطيني هديه زواجنا. شنو؟ ما ادري. يا قلبي يا روحي يا دنيتي شهودة، شبي بالهدية وانت أحلى هدية الله أعطاني إياها. وبعدين كل هذا سويته علشان منو؟ علشانك انت. ماشي، مع السلامة. يا ترى عمي مبارك شنو بيقدم حقنا؟ شنو بيقدم لها؟